Where is it? راحت فين؟ Thank you, Tommy. جوني ممكن تهدى شوية؟ أنا لقيت لك حتة دين فكرة. Spirit. أوكي. إحنا هنسدد له كل المداخل عشان ما يعرفش يخش غير من الباك دور. كلام ده كاوتش. ده بيقول لك ضخم جدا وأضخم من كينج كونج وهيعدي في أي حتة. لا مش هيقدر علشان حوالين الدوار هيكون في رجالة كبير ما عدا الباك دور اللي هتطل عليه أوضة أشلي اللي أنا هكون موجود فيها وموصي هادرس أول ما يلمحه من بعيد يرمي أي حاجة صغيرة على شباك الأوضة. صح يا هادرس؟ صح. ناخد أنا وأنت مضربنا بتاعت البيسبول نقف ورا الباب ونطفي النور. And أول ما يخش نديله بقى فوق وتحت وشمال ويمين وفين يوجعك. نربطه وبكده يبقى بتاعنا. إيه رأيك؟ بص هي ليريكلي تمشي بس عمليا I don't think so. جوني ما تقلقش. نضربه يمين في شمال في تحت الحزام في فين يوجعك ونكتفه ونكلم 911. اوه ماي جاد. عشان تكمل الكولكشن انت الكبير وانت الكبير قوي. It depends. تشاهد على روحك. ايه كام داون. تحب تموت كيف؟ بص هي اروش موتة موتة ربنا ونعم بالله. بس هنعمله ايه؟ قدر ومكتوب. طب ما ينفعش تنقلي موتها ما تكون ما بتوجعش. ما بتوجعش. ده انا جاي عشان اسمعك وانت بتكاكي من الوجع. اختار. شنج. ضرب النار. الجلد. لا لا. يبقى الجلد. وحدوي جملك واحدة واحدة بعد كده. طب ما ينفعش تحدفني من الشباك وتخلص. اتشاهد على روحك. ثانية واحدة. دي مش رجولة. ما ينفعش تقتل راجل اعزل. اعزل ايه وبتاع ايه؟ انا ما فاهمش في الكلام ده. انا جاي اخد بالطار وماشي. اه لو في تكافؤ فرص كان زماني مسحت بيك الارض. جوليه يعني كان ممكن اكسبك. تكسبني؟ تكسبني في ايه يا سوس؟ انت اتجنيت؟ في اي حاجه. مورتال كومبات، ستريت فايتر، باليه مائي، بوكس. بوكس؟ انت تكسبني في البوكس؟ انا بصراحه واقعد في البيت. انا اكسبك وانا مغمض كمان. مغمض؟ اوفر شويه الحته دي. انا ممكن اكسبك بايدي اليمين بس لان الشمال دي انت مش هتستحملها. وريني وريني وريني. ايه الاجواء الرخيصه دي؟ انت فاكرها سهله ولا ايه؟ مش لازم يكون في حكم وحلبه وجمهور. طب والحاجات دي هنجيبوها منين دلوقتي؟ وليه دلوقتي؟ ما نستنى اربع شهور نعمل اربع شهور. اتشاهد على روحك. تو دايز. يومين بس. طب ما انت ممكن تهرب. طب بالعقل كده في عمده ممكن يسيب الكانتري بتاعته ويهرب؟ بتفكر؟ لا تلاقيك قلقان من حكايه الشمال بتاعتي دي. قلقان؟ ماشي. هم يمين والجهاد كفنك معاك. الدنيا حر جدي. هو المدرب ده هيتأخر لسه كتير. انا مفضليش الا يومين يا دوب اتعلم حركتين بوكسين اي حاجه. ما تقلقش زمانه جاي. انت متاكد ان الراجل ده كويس ولا هيطلع كاوتش؟ بص هادرس قال لي ان مفيش بطل في مصر في البوكس ما عداش من تحت ايده. هادرس يا ابل تسمع كلام واحد ابل.
جوني مفيش حل غير كده، خلينا نجرب بقى ونشوف. السلام عليكم. ربنا يسهلك يا حاج. امسك. ايه ده؟ ازيك يا حضرة العمدة؟ اهلا وسهلا. ثانية واحدة. حمدي كاتا. طب خد نفسك يا استاذ حمدي، حضرتك جاي من الدلتا ماشي؟ دلتة ايه؟ حمدي كاتا مدرب الكاراتيه بمركز شباب المزاريطة والحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية سنة 67 تحت 18 وبصلح أجهزة كهربائية. أأمر. أأمر إيه؟ أأمر إيه؟ مش أنت اللي بعت لي مع هجرش عشان عايزني؟ أيوة يعني هيعوزك في إيه يعني؟ آه ده تلاقي الراجل اللي جاي يصلح الدش. فعلا أنا الهوت بيرد عندي فيه مشاكل، بيقطع ما بيلقطش على طول. دش يا أستاذ، أنت بتكلم راجل حاصل على الحزام الأسود، أنا جاي أعلمك كاراتيه. هو الحزام الأسود بقى جلد وبتوكة؟ إحنا نهزر؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إمسك، أنا عايز مدرب بوكس. أنا بلا فخ المدرب الوحيد بمركز شباب المزاريطة، بل المدرب الوحيد على الناحية كلها. يعني أنا لبستك خلاص، أنت بقيت بالنسبة لي أمر واقع. أنا عايز مدرب بوكس مش كاراتيه. والبوكس إيه؟ البوكس إيه والكاراتيه إيه؟ ما كله ضرب، وبعدين في النهاية هم عيلة واحدة بس منفذين على بعضيهم. أنت راجل فاكس موت وأنا مش مقتنع بيك ذرة. يا حضرة العمدة ما تقلقش، إن شاء الله هعمل لك شغل فنادق. فنادق؟ ده الكوتش، ده الكوتش، ده الكوتش. إيه بقى، هنبدأ كتات ولا متأسس؟ سامع بيقول إيه؟ سامع بيقول إيه؟ استاذ حمدي باختصار انا عاوز اعرف اسد اي بوكس يجي في وشي. اه فهمني، ما هو انت ما فهمتليش كده يا سيدي. بسيطه، احنا هننفذها عملي. لفيني باللوكاميه في خشم. اه يعني اعمل ايه؟ لفيني باللوكاميه في خشمي. مش فاهمك. اديني بالبوكس في وشي. ايه ده، انت عايز بوكس بجد في وشك بجد؟ لا كده وكده. ايه ده راجل قالش قالش السنين. يا عمدة ما تهبش مني، ما تخافش، خش عليا جامد كده واديني بالبنية في وشي جامد. انت متأكد؟ ها اضرب. طيب انت واخد بالك من نفسك؟ تمام يعني. يا ابني ما تخافش مني. طيب بس ما تزعلش مني. سوري 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 سوري، انا اسف، انت اللي قلت لي اضرب. معلش. انت اللي قلت اضرب. قوم يا حاج. انا اسف والله، والله مش قصدي. مش حاجة، متعودين على كده. معلش. انا متعودين على كده. بس هو انا العيب من عندي انا. ايه ايه هو انا؟ لا مفيش حاجه، احنا اقوى. انا اللي كنت مستعدتش. بس احنا هناخد وضع الاستعداد. اه واضرب زي ما انت عايز. متاكد؟ ايوه. طيب ماشي. زي انا ما قلتلكش المره اللي فاتت، عيب عندك. اضرب. انت تمام كده؟ ايوه. يا نهار اسود. اوه ماي جاد، دف اسنانه، دف اسنانه. هيز بليدنج. معلش معلش معلش. طب ايه، كام داون. قوم قوم يا حاج، قوم. انا اسف، انت اللي قلت لي. ايه الصوت يا حاج؟ انت كويس؟ كويس؟ احنا متعودين على كده. انا عاد عنفي بقى. ايه يعني جلسن؟ مش مشكله. طب اديهم له، اديهم له، اديهم له. تبعك؟ امان امان، اديهم له. خايف على ايه يا حاج؟ انا ماشي. بص يا عمده، انت بتضربني غلط. طب علمني اضرب ازاي صح. انا عايزك تديها لي عدل، مش خطفايه. يلا مش مشكله، يلا توكلنا على الله. استعد، خليك وضع السلم معايا. اضرب اضرب اضرب. ايه يا زوني، حرام عليك، راجل هيموت في ايديك. عمال يقول لك اديها له عدل، اديها له خطفايه ليه؟ ماده ولا ايه؟ جوني يا جبان، طب خدوا لي حاجة. جوني يعني خلاص ده قدري، اسيب امريكا واموت في المزاريطة؟ انا عمر ما ده كان طموحي ابدا. انا كان مالي ومال التار والزفت ده كله. بليز فكر، فكر في حل. انا بفكر اهو. انت هتمثل، قول حاجة عملي. حاجة عملي. اوكي لقيتها. ايه؟ احنا هنخدره يا معلم. يعني تفتكر لو لوناه اخضر هيبقى طيب؟ انت هتستعبط. جوني افهمني، هنخدره يعني هنحط له مخدر. مخدر؟ انت ليه الفاظك بقت كده؟ ايه كلام افلام المقولات ده؟ ايه مخدر دي؟ يعني الناس تقول لي عندك كل الاوراق والمساندات هتضيف داهيه، في ايه؟ جوني افهمني. بص، احنا هنحط له منوم قوي جدا في الماء اللي هيشربها في البريك ما بين الجولات، واوعدك انه مع اول بق البغل ده هيبقى بيبي نايم في سريره قدامك. ما توهمتش، ما
ما هزتنيش الفكرة خالص. المشكلة مش مشكلة سم ولا مشكلة مخدر، المشكلة هيشربه ازاي. الحاجات دي ما تفوتش على توماس. ساعة اللعب هخلي هادرس يروح يحط الإزازة اللي فيها المخدر مكان الإزازة بتاعته. بس جوني أرجوك أنت بقى تستحمل لحد أول بريك بس، أوكي؟ ربنا يستر. بس أنت تعرف لو الخطة القلشة اللي أنت بتقولها من شوية دي فكست هيحصل إيه؟ هموت. أو ماي جاد، قلناها في نفس النفس. دي ساين. هموت يا توماس. لا جوني ما تعملش في نفسك كده. أهالي المزاريطة الكرام، اليوم موعدكم مع المباراة التاريخية، المباراة التي لا تقبل الجسم على اثنين والأعمار بيد الله، مباراة التحدي الكبير بين بطل وجه قبلي عزام القط. كله زي الفل، بس انت لازم تعدي الجوله الاولى. هي الجوله قد ايه يا كوتش؟ دي اللهم صل على النبي. البوكس هو انا مش متذكر قوي. بوكس يعني يا نص يا ربع. يا نص وربع ايه يا حاج؟ بس عموما اول الجرس ما يضرب يبقى الجوله خلصت. انت قلقان من ايه؟ ده مش هياخد من ايدك غلوه. ده انت فاكس موت. عاش يا وحش. I'm bleeding. اتصرف يا توماس. اوكي بص ما تقلقش، هو دلوقتي هيعطش وهيشرب. بص هيشرب ايه عليه؟ هيشرب عمده. لا عمده ايه قول لي حاجه مفيده. قولوا بالشلوط. شلوط مين يا ابني؟ ده بوكس الله يخرب بيتك. يا راجل وحش يا وحش. جوني تيك كير بليز. جو جوني جو. هينفع وشه كله مقص. شيل الراجل ده، شيل الراجل ده، شيله من هنا. يا جماعه الحلقه يا جماعه ده هيشرب. واي نمزح هيشرب. يلا يا وحش نصصه. يلا We'll be right back.
اهدى اهدى، خد سيجارة خد سيجارة ولا يلا يا سيدوني شكله صايم. يلا يا جماعه يلا 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 جاب مجهود ايه بس ما ترحمنا بقى. ايه ده؟ طب يشرب. لا يا عم ده هيتف هيتف. بيشرب اهو. يا عم صدقني ده بيمضمض بس. يا ابني بيشرب. قول والله. اي سوير انه بيشرب بص. واي فاي كيف يعني؟ اسبوع واحد حال البلد كلها تتشقلب فيه؟ انا ما مصدقش. لا وايه؟ ده فتح سايبر يا وجع مربربه. هذه الحاجات اللي هتعقطها علينا امريكا. حاجات ايه يا كبير؟ ده محل بتاع نت، يعني شات تلقي، داونلود تلقي، فيسبوك تلقي، لعبه تلقي. لعبت عليكي بطنك يا بعيده. هي الناس ناقصه لعب ولا ايه؟ ما الناس ملقحه على القهاوي طول اليوم عم تلعب كاستينه وضمنه وبرغوته. وانت مالك انت مال الحاجات دي؟ ايه اللي مفرحك ده؟ يعني البلد كلها تبقى على النت وشمعنا احنا لا؟ البلد كلها تكوم ودوار العمده دوار الكبير كوم تاني. تعالي يا حبيبتي تعالي جاري هنا تعالي. ايه انا قلت نت ايه؟ مفيش نت. قلت نت ايه؟ مفيش نت والله. صح نت في المزانيطه؟ لا والله دي حرام. جزره وقطمها جحش. يا ساتر. السلام عليكم. هي الشاشة ار يو كريزي؟ عمر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. هو دي النت؟ يا yeah. على قديه الساعة بكام عنديكم؟ جاست 1 جنيه. جنيه؟ يا بلاش. طب حس قديه؟ اديني ساعة نجربها. اوكي توماس يا جهزت ثلاثة. اوكي يا كم فروم هير؟ كم عمدي مسي جوني. ايه خير؟ ايه تعرف تشغل النت ده؟ اه كنا عملها معاك. ايوه بسيطة. هيشتغل بده؟ ايه ايه ثانية واحدة.
Hey, what's going on, brother? إيه المشكلة؟ مشكلتي تعال تضحكوا علينا واللي إيه؟ ميتة وأني قاعد على الجهاز. الساعة قربت تخلص. النت بتاعك ده ما بيجيش. ما بيجيش طبعًا. هو أوريدي على الجهاز. بص دوس على دي. أها. أها. ده أنت في البوستيري خالص. أه. طب بص ركز معايا. ده اسمه ماوس. أيوه. فار. أيوه. بص بصبعك ده دوس عليه كده. بص أهو. أيوه. فوالا ايوه اعمل ايه بقى؟ بص ركز معايا كويس. اعمل زي ما بعمل. ها بس تفرفش كده بقى ليك اكاونت على الفيسبوك. انت بتتكلم بجد يا سيجوني؟ يعني انا ديلوك عندي اكونتي على الفيسبوك؟ هري نجحت بتقفور ليه كده؟ احنا اتنين اللي عملنا اكاونت على الفيسبوك مش خدنا كاس العالم. طيب الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ كل الافوره دي وهنعمل ايه؟ هتتنقل تحط الصوره ليك وتكلم الناس كلها من كل انحاء العالم يبقوا اصحابك تشوفهم صوت وصوره وتتكلموا مع بعض. ايه ده؟ إيه؟ رجاله ونسوين؟ سو ويرد. رجاله وستات. يا حبيبي يا نت بس في مشكله. انا ما عنديش صوره. ممكن تصورني؟ يلا شور. ده مفيش فيه كاميرا. ما كل الناس بتتصور بيه. يلا ابتسم. ايه الوش ده؟ لا فيسبوك يعني تعمل كده. ايوه ده الفيسبوك. ايوه حبيبتي يا جولي. حبيبتي بحبك يا جولي. بحبك. سلاطين زبون كبير قوي عندنا عايزين نكرمه. الراجل ده اول مره يجي معانا. هنعمل معاه الصح. خدهم على جهاز 5 و6 وخد صورهم بالموبايل كل واحد صوره ببلاش للبروفايل بتاع الفيسبوك. ما تاخدش فلوس اللي هي. لا بس في حاجه لازم نعمل كده فيها. بصوا يا جماعه ازاي جو. ايوه يا جوني يا عمده الانترنت. تشافي Μέση. Πάει να μπήκε, το αφήσανε λίγο χώρο. Έφτασε μέχρι σχεδόν τη γραμμή. Πάει πίσω από την ευκαιρία το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα με τον Πέδρο που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε αυτό το ημιτελικό. Και όλα ξεκίνησαν από το ότι είδε χώρο ο Μάξουελ που άφησαν δευτερόλεπτα να. الكبير يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا كبير اتفضل. اجيب لك ايه؟ ايه الزيطه دي يا زويل؟ مين من يلعب مع مين؟ البارسا والانتر. كير اصل احنا عقبال عندك يا كبير جبنا الدارين بوكس. ايوه جاي. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت يا دبر النحس. معمل الارض لما تلعب. انا بتشات يا كبير. ما تاجي خد لفه معاي. لفت عليك عقرب يا بعيد جابت اجلك. ايه يا رجال بقيت اقولكم نتيتي عملتوا الارض والاشغال ومشيتوا على كلام الفاضي بتاع سيجوني ده. طيب وعز الجلال الله انت خمام. انا نشك 3 مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت ولستكسخ سليم. بس انت بس تعبان قوي. مين ده اللي تعبان؟ اللي حجيلكم بالليل وادمركم. شوف والليل ده بعيد. يا فرحة امك بيه. منور يا كبير. يا ريتك جاب الدكر بط احسن وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران. انا خسرت جولة لكن لسه المعركة ما خلصتش. جاتك النيلة. خد يا التعقول. خير يا كبير ام الجناب. ايه واهل البلد كلاتهم بيقولوا نتيتي. امال ايه يا كبير؟ ده حتى الحريم بيقول يا جع المزاريطة دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه. بيه ايه يا بو؟ قصدي ان هو عامل لهم 2 ساعة الصبحية للحريم وقريب جوا هيفتتح ركن للعائلات. ايه النت دي اللي دايلنا على قرع عايمة دي؟ ان شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود ابوي. اوي
ثانكس برو على السؤال. اتفضل في النص بتاعي. يا ساجع البلد كلها تخرب بالنت بتاعك ده والناس مخها تخن واحنا ما ناقصينش. قصدك مخها كبر برو؟ احنا في 2010 يعني النت بقى من اساسيات الحياه زي الاكل زي الشرب زي السوشي زي التان. ما طول عمرنا عايشين من غير الزفت ده. الناس كلها همها تزرعها وقلعها وعم تنتت دلوك. بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك. ثانيه واحده، ده انت غلبان جدي. الكبير قوي ملوش علاقه بالنت؟ داد كان خاربها خاربها خاربها. بوه حتى الكبير قوي طلع نتيت. نتيت؟ ده كان نتيت وعطيت. بقول لك كان خاربها. برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقه بالنت. الام اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجه عن النت، مش اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب. انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لاهل بيتك. انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش. اخرس انا الكمبيوتر يخش بيتي ليه؟ بس كويت انا اياك. كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي. نت بيتي وفي اوضتي وعلى سريري كمان. يا ولد علي قلتي قلتي حطقي اخر مره يا كبير ما هعملش كده تاني وحياه راس ابوي. قسما عظما يا هديه لو شفت اي نت او لابتوب في البيت لان مكسر البيت كله على نفوخه. امرك يا كبير امرك. مين سيد سفت؟ تعالي. حد شافك وانت جاي؟ لا. وطي صوتك وطي صوتك ما اسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب واحد. حاضر يا كبير. انت جيت يا كبير؟ ايوه جيت. احضر لك العشاء؟ لا لا واكل واكل خشي نام انت. طيب يا كبير. ايوه عم بتعمل ايه؟ عم بتمرن. طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل. ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر. قلت لك طافح طافح خش نامي. طيب يا كبير احضر لك الحمام. يحضروا كفنك يا بعيده يحضروا كفنك بعيده. فين المخفده؟ انت فين يا سوف؟ انا هنا قدامي قدامي. في في يا كبير؟ هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ اسمع يا انت اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوق لازم ان يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا 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 بس يا دي عشان تفضحنا. انا كنت عاوز اتعلم الكمبيوتر على النت على المازنجر والحاجات دي بس كده. بس وجعت قلبي. اقعد اقعد يا كبير دي حاجه بسيطه. امال ايه الدخله اللي مطينه الطين دي؟ اقعد اقعد دي حاجه بسيطه قوي. رايح فين يا مخبل؟ امسك امسك اقعد هنا. هو انا غلطت في حاجه يا كبير لا سمح الله؟ ده كرسي كبير يا هتير. اقعد علمني. طب امال فين الجهاز اللي هنشتغله عليه يا كبير؟ ثانية واحدة. لو ما فيش خالص مش مشكلة. ثانية واحدة. ما فيش مشكلة لو ما فيش. به 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 ايه الحلاوة دي يا كبير؟ الله وده ايه؟ جايبه جديد ولا موقع يوزد؟ احنا هنهزره سوا، أنت مال أهلك؟ ما تشوف شغلك وخلاص. العفو يا كبير العفو. علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة أجزاء. لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد، الشاشة والفارة ويطلق عليها أيضا الماوس. عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقة أو الباور وهنا هننتظر لحظات صغيرة إلى أن يبدأ التحميل أو اللودينج. وعندما يبدأ اللودينج ننتظر قليلا إلى أن يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ إكس بي أو الويندوز. فاهم يا كبير؟
يا وجع مرب ربه. بصوا يا جماعة، انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين، عاوزكم تقطعوا بعض، عاوز فحت ريل فحت. انجوي. Two enemies left. انجر انجر انجر. ايه يا مخبل انت؟ شايفني فاروج يا شمرطة قاعدة قدامك؟ لا لا العفو يا كبير، انا قصدي انجر الايكوني. انا عارف اكون ده الايكوني. لا يا كبير انت عارفها كويس، استهدى بالله. فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك دبل كليك؟ ها شطور يا شطور يا كبير شطور. يا شطورة اللي ما عندكش تمييز كبير المزاريطة يتقال شطورة. يا كبير يا كبير انت عارف كل حاجة لوحدك. بص الإجابة ها هتنط من عينيك وهتفط علي. يلا 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 طلعها يلا يلا. قول لي الماوس رايح فين؟ يلا فاجئني. قول لي الماوس رايح فين؟ أقول لك فين ولا تزعل شي؟ مالك قاعد عم تتلوك في القرموط في المي؟ ليه عم تعملني كيف العيل الصغير؟ اهدى بس يا كبير، انا فاهم دماغك صح، انت محتاج معاملة خاصة، انت كويس وزين وطيب وياجي منيك، بس فهمك على جدك. صدق وتؤمن بالله، انت قليل عليك الجزم. والسكس الليدي 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 يوم عيدو، يا رب بارك 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 ويزيد وخد. يا بوي تضربني بالسكينة يا فواز على البريدج ومن ظهري؟ ما انت اللي لابدلي ورا الجرار وعمال تنشنا واحد ورا التاني يا فتك يا بوي الفتاكة. طب وتضربني بالسكينة ليه؟ بتتمهزك بيه؟ ايوه. ما حداك رشاش، حداك بنادق، حداك فرفر حتى. مش مهم اني قتلتك بيه، المهم اني قتلتك وخلاص. دي كم كام؟ تنين تنين. لمين؟ تعادل يا بوبي. تعادل يا بوبي؟ طب تحب نطبق ولا نطلع حبايب؟ كلامك ده يا فواز ملهوش غير معنى واحد ومعرفش ايه هو، لكن عامة ماليش انا في الحبايب ولسه في تطبيق. يلا في ناس سماعيل. حاسب يا سماعيل من اللي جاي وراك ده؟ دول بيضربوا من الدهر. اما من الدهر يا يوسف انت وحسنين. اضرب القنبله ياد، اضرب القنبله ياد ياد. خيانة خيانة يا رداني. ماشي يا نجاتي، عامل لي فيها فتك يا نجاتي. كل عمرك غداري ونادي. غداري انت تغنيني ولا ايه؟ انا كنت ممكن افرج عليك البلد كلها ومرضيتي. يا مين يا ابن انت؟ انت بتعرف البطولة ايه؟ ولا حاجة. الصوت العالي انت ولا ايه؟ الصوت والذوق يا فواز. ما تكسرش يا فواز. ايه يا رجالة؟ حسكوا هيعلى بدواري كبير قوي ولا ايه؟ والله عال رجاله بشنباته عم تتعاركوا عشان جيم كاونتر سترايك؟ طول عمركم حبايب واخوات. ايه يا نجاتي؟ نسيت ولا ايه؟ لما الحمار المجنون عضك وطلع يجري من اللي لحقه وطخه وخد لك التارك مش فواز؟ وانت يا فواز مين اللي جاب لك حفلة بوخارست بتاعت مايكل بي اتش اس؟ مين؟ مش نجاتي؟ السكس الليدي 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 يوم عيده. يا رب تبارك 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 وتزيده. ريست ان بيس كينج اوف بوب. يلا يا نجاتي يلا، انا عارفك غلط، روح حب على راسي. يلا يا فواز. حقك عليا يا فواز، انا غلطت في حقك والسهل اللي يجرالي. عارف يا فواز انا لو كنت قتلتك كنت هقعد يومين من غير اكل. ما تقولش كده يا نجاتي، عارف انت لو كنت قتلتني كنت هجيت من البلد. لا فواز نجاتي. يا سلام يا اولاد، انا كنت هزعل قوي لو كنا فضلنا زعلانين من بعضينا. وعلى رأي المثل ما محبة اللي بعد غباوة. ايوه صح يا نجاتي انت غبي.
كله من المدعوج اللي اسمه النت دي. من النهارده مفيش نت في المزاريطه، فجوسه وقطمها جحش. ايوه، وعلى راي الشاعر ايه اوه لو سالوني بينا رجاله. بينا رجاله. ايه ايه تمن الحاجات فين؟ مين اللي هيدفع؟ يا جماعه المكان اللي اتدمر ايه؟ في ماشي لفهله نست نقفها. ميسي 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 والجون جون. ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حس زطالة في المديق. مين؟ انا جابر يا كبير. انا نايم يا جابر، نايم، انا نايم. بس دي امر مهم قوي يا كبير. عم قدلالك يا حبيبي. موضوع ما يستناش يا كبير. انطر عاد، قلت لك بعدين يا اخي. راجل تبت. تعالوا لي بقى. ده انا حشيلكم الطين. جوماني عاد ما سكتش، قلت لهم الشغل بالمرجع عادي ما ينفعنيش، ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن، ولا فاكرين يعني ان انا راجل كبير؟ انا راجل كبير صح لكن عصب. بلك انت، انا السنه اللي فاتت كنت بليز اثر بليز. الرجاله سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب. جاني حمزه وقال لي ايه حاجه غريبه قوي قوي قوي. ايه ايه حاجه غريبه قوي 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 دي؟ قال لي انهم لقيوا خزنه قديمه قوي من ايام المرحوم الكبير قوي، ورثها عن جدود جدود جدوده. ايه ايه وبعدين؟ وهم بينفضوا الخزنه كان عليها تراب ياما، التراب ده دخل في نقاشيشي. قوم ايه عم جابر عم جابر، انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح؟ ليه بليز بليز قصر، فين الخزنه دي؟ في المخزن. حلو قوي، انت الرجاله يحطوها في اللوبي وانا هجيلك حالا. يحطوها في البوبي. وندرفول، زي ما اتفقنا يا كبير، كل اللي هنطلعه من الخزنه دي بالنص ما بيننا. توكلنا على الله. اهدى بحبك يا كوكي وبوسه كمان. الكبير قوي كوكي. دي القيامه قامت يا اولاد. وإن كوكي ده اسم بلدي قوي، انا معاكم. بص خلي ده من نصيبك انت، يعني ما مش عايزه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده كل دي؟ عقود جواز باسم الكبير قوي؟ ده عقد باسم سناء عبيد السيد بنت عبيد السيد. ايوه. وده اسم نبوية حامد ابو بكر. ايوه بنت حامد ابو بكر. وده باسم رضا عبد التواب البهنسي. ايوه بنت لتنجس. بنت عبد التواب البهنسي. ما شاء الله، وعرفت كيف؟ سوبر باور. ولسه الله يخرب مطامك يا كبير، ما فيش واحدة في البلد لما حطيت عليها داد. بابا 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 بابا. الكبير قوي مع الشحرورة. الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها. أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي. اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد. سنظل أصدقاء لن أنساك. حتى الشحرورة ما سلمتش منه. بص هو ماليش على الحكاية دي بصراحة. يوردات كنزير يا معلم. اخرس يا توماس الجحش من ده الزيريات الكبير قوي. هو ما يقصدش زير بمعنى زير، يعني هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان. اخرس يا جحش انت كمان، الله يكشفك يا بوي. اهدى هيكون ايه يعني؟ ما هو صندوق اهو. ماني عارف ايه. هتير انت ان صندوق حديد، هنفتحه كيف ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ انتوا لقيتوه؟ ايه ده؟ انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر، بليز احكي لنا. جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق. جربوا كتير وحاولوا كتير،
لحد ما زهقوا وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه. ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجه عن الصندوق. اوكي طيب ما نمشي زي القواعد ما بتقول، مش في لغز على الصندوق؟ ايوه. تمن قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط. انك صعد عليه، هات يا عم. تمن نقط وبينهم خطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسيوا الاساس. قالوا له الاساس مكان السطح موجود. ايه الكلام الغريب ده؟ انا ما فهمش حاجه. اساس وسطح ونقط وخطوط حاجه مخول. نقط وخطوط، نقط وخطوط، بس انا فهمت. ايه ده سحر. سحر كيف؟ سحر، ما تعرفش السحر؟ ما عرفش السحر كيف يا ولي. معروفه الراجل اللي بيطلع الفروجه من تحت باطه ويطلع الارنب من البرنيطه. لا مش السحر ده، ده سحر الخطوط. خطوط ايه وكروت ايه يا هتير انت؟ اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. الصندوق ده معمول عليه عمل، وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه، وعمره ما حيسيبه الا لما يتفك العمل من عليه، وساعتها يتفتح عادي جدا. انت هتلبسينا ليه يا ولية؟ اللي نتلبسه على اخر الليل. الله اكبر، الله اكبر. بعيد بعيد، سامحوه ما يعرفش. حاسب على كلامك يا كبير، دول معانا وحوالينا في كل مكان. تقول لي معانا وحوالينا في كل مكان يا ولية؟ حداك كلمه زينه قوليها، ما عندك اسد كتمه. ما فيش غير مولانا الشيخ شديد، هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق، انا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي يا كبير. دارت خياره وقطمه جحش. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسوا الاساس، دلول الاساس مكان السطح موجود. لا الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخاريف. انا بقى حاسه ان الحل في الثلاث كلمات اللي مكتوبين باللغه الغريبه دي. اكسكيوز مي، يعني انت عايزه تقولي لي ان الثلاث كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ ايوه طبعا. امال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عباره عن ايه؟ ماركه الصندوق؟ لا لا بص، الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عباره عن يعني جنب باب الشقه، تحت سجاده السفره، الشنطه اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجمله الاخرانيه اللي انت بتقوليها دي اربع كلمات بس انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه الثلاث كلمات دول؟ بص انا مش عارفه، بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش يمكن اوصل لحاجه. اي جاي في ايه؟ لقيت حل اللغز. بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقه التعمديه بين السطح والاساس. السطح هو سطح البيت ده، والاساس هو ارض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا ان في البيت ده في اربع اركان باربع نقط، وفي المزاريطه كلها اربع اركان باربع نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. الثمان نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمه بينهم هنلاقيهم الثمان نقط دول هيودونا لثمان اماكن مختلفه. الثمان اماكن مختلفه في البلد دول هيبقوا ما بينهم خطوط مش متقاطعه مع اي خطوط ثانيه، لكن لو احنا مدينا خطوط متقاطعه معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطه دي. والكلمه الوحيده اللي محدش اخد باله منها في اللغز ده هي حارت ودارت. هي ايه حارت؟ يعني ايه حارت ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. انا حسبت لقيت ان الشروق بيخرج من النقطه دي والغروب بيخرج من النقطه المعاكسه ليها اللي هي دي. لو مدينا خط من الشروق والغروب هنلاقي ان الخط ده ما بيتقطعش غير مع خط واحد في نقطه محدده قوي، وهي النقطه دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا اخي، ده الكلام اللي في الصندوق اسهل كتير. جوني ما تقوليش ان انت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح ان الهري اللي انت هريته من شويه ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطة دي. No way. No way المفتاح يكون هنا. جوني أنا حاسبها قدامك أربع مرات، بص I'm sure المفتاح هنا. توماس أنا العمدة. ما ينفعش أبقى ماسك معول وبحفر هنا، شكلي هيبقى weird. لا ما تخافش، إحنا مش هنحفر هنا، إحنا هنحفر جوه. Are you crazy؟ الناس جوه عيانة. شوف شوف الراجل بيموت أهو أهو، نعمل له زي دست ودوشة، أنت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطه معينه، والنقطه دي ممكن تكون في حته يعني مش قلق قوي. انا مش ممكن اشاركك في عمل شيطاني زي ده. جوني كامون، المفتاح جوه. جوني ايه دمار يا كبير؟ ده كيف في الوجع المربرب ده؟ هو الشيخ شديد ده اتاخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمه ولا حاجه. الشيخ شديد يجيلك من بعيد، ما تهمهوش الزحمة ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. احنا جينا مطعم ولا ايه؟
ابوها. مالك يا برنس؟ قلقان شويه. فتهت كبير. شوف تعرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده، جدي الكبير خالص وهو عمّن يحفر في اساس البيت لقى صندوق صغير كده. والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. اني قنقف. قول اللغز بيقول ايه. بقول لك تم النقط وبينهم خطوط. قول لي نقطة منهم. انت حتروش يا شيخ. موها. كمل. تم النقط وبينهم خطوط، والحل فوق سطحهم موجود. حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس. لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. احنا شاكين كده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفك لنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود، وهيفضل ممدود لحد ما يقول الاوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وهنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه. وهنعرفه كيف؟ نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا راجل يا مخبل انت؟ ها براحتك، ده باينا يبقى مرار طافع. نركز بقى شويه مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. انا اللي هسيبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركه اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. ها يلا يا جني قرب مني قبل ما أمي تسأل عني. ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة؟ عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير؟ ما نتقابلش غير في الشغل وبس، ما فيش مره تعمل لي مفاجاه وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى يا شدو انت فاهم. خير؟ انت بعتلي في حاجه؟ انت مزعل الناس الحلوه دي منك ليه؟ مفيش عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل اللي دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني، ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبه؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما رجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبه يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كباره وما تفرقش معاه المبالغ التافهه دي. احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا ثلاثه. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا اشده. وبعدين زمان ال 25,000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوائد ولا عوائد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطالعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضه، الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضه عم جديد. وانا اقدر برضه يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوة قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شدو. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شدو. مع السلامة يا سمرة. ها ايه رأيك بقى يا عم؟ اظن كده خلصتلك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كاني وماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ شديد، الواحد مش عارف من غيرك كان هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعة 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول، وما تنساش تبعت لي العمولة بتاعتي، أنا باخد 10%. مسافة السكة والفلوس هتكون عنديك. بس أنت متأكد يعني إن الصندوق هينفتح وحنول للمراد؟
حي حي، هتنول المراد من رب العباد. الساعة 12 ها؟ يا بنت الساعة 12. طب يعني اعمل ايه؟ فضي الحجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت. انت خايف يا كبير ولا ايه؟ طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفاره ولا غباره، وانت عارف عندي حساسيه. ماشي. امسك نفسك يا كبير، بهزر معاك. تاني مرة تعمليها اضربك بالجزمة. حقك علي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا ابن ال زي الزفت. على فكرة بقى، أنا توصلت لحاجة، مش خط التقاطع ده كان موضين على نقطة؟ النقطة دي هي نقطة الشرطة. هو أنت مصمم تودينا أي داهية وخلاص؟ مش مكفيك إن العنبر كله دخل العناية المركزة بسببنا؟ أنا عمري ما هنسى شكل الراجل العجوز اللي هو بيعرج ده، وكان عمال يترجانا عمري ما هنسى. معلش. أوعى. معلش. مش أنا قلت لكم يا جماعة إن اللغز ده كلام فارغ؟ ما صدقتونيش. أنا بقى متأكدة إن حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغة الهيروغليفية دي. ووصلت الحاجة؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضلي بس ثلاث أو أربع رموز كده، هقعد أعمل عليهم سيرش عشان أخلصه. محروق السحر على الشعوذة على شورتك يا فتاية. حقك عليا يا كبير. طلع نصاب والبلد كلها عارفة والحكومة عارفة. وأنا إيش عرفني يا كبير؟ فين زفت الصندوق ده؟ أهو صندوق أهو يا كبير. هكسره. كسر إيه يا مجنون؟ سيب، مش من حقك. آه بس فهمت. فهمت إيه يا جحش أنت؟ اللغز التمن نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق، الحل على السطح موجود، وهو سطح من أسطح الصندوق ده، يعني حارت ودارت فيه الناس، وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي. صدق معاك حق، لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحتة اللي فوق والأساس هو الحتة اللي تحت. Exactly. طب وإيه موضوع دلول الأساس مكان السطح موجود؟ لا دي حكمة كده بتتقال في الآخر عشان الناس تتوهم ويبقى فيه جو سسبنس. أقعد افتي أقعد افتي بعرفك ده. وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي، أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه، لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك، الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاما من عمري، وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف، وهي موجودة بداخل الصندوق. إيه دي؟ جنيهين ذهب. ولكن ليست هذه هي كل الثروة التي تركتها، الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة. حلو قوي، انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي، وانا اخد الاتنين جنيه ده. هم يعملوا كام يا توماس؟ about 2500. لا لا خليهم لك. بس انا حلفت الحلوف اللي ناقصه. أيوة سيدي يا جم. رجال الكرام معنا اليوم. استنى يا جم، الظاهر في حاجة مهمة. أي أدور ذيس فيلم، سو شفته أكثر من 100 مرة لسه لغاية دلوقتي ما زهقتش منه. توماس! Are you crazy؟ جوني سوري، أنت مش مقدر حجم المسؤولية اللي أنت بقيت فيها. Easy man. تقدر تقولي أنت بالك قد إيه يا عمدة؟ يعني لايك حبة حلوين.
اوكي، الحبة الحلوين دول عملت فيهم ايه؟ nothing. كل اللي انت عملته انك حلقت للبروجرام اللي احنا عاملينه وبقيت تعمل الحاجات اللي انت بتحبها بس. اوكي، I'm sorry. من النهارده هعمل الحاجات اللي انا بحبها وهعمل الحاجات اللي انت بتحبها كمان. هابي؟ Come on. البلد فين؟ اه صح، البلد. انت نسيت ان انت عمدة؟ نسيت ان العمدة ده لازم يتواصل مع الناس اللي في البلد؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اروح لكل حد بيته اتواصل معاه شويه؟ سيب الموضوع ده عليا، انا عندي الحل. سبيريت مان. الميديا. الميديا جوني هتخليك تخش كل بيت وتقول اللي انت عايز تقوله. انت ما بتشوفش هوليوود والشقلبه اللي عاملاها في الناس ده؟ حتى هنا في مصر الميديا عامله شغل جامد قوي. عندك مثلا البلوفر اللي كان لابسه عمرو دياب في الكليب بتاع تملي معاك، عارف اتباع منه كام قطعه؟ 2 مليون قطعه ومضروبين. ده المزريطه لوحدها شاريه ولا 10,000 قطعه. اوكي. طب يو نو ان الدمبلز ال 3 كيلو في اي جيم في مصر بقى اسمه روبي بعد الكليب بتاع العجله؟ عارفه بتاع ليه بتداري كده ولا نداري كده ولا اتس هوت. يعني انت عايز نعمل فيلم؟ واو، انا بطل يا جوني. اوكي، بطل ايه وفيلم ايه الهبل ده؟ احنا هنعمل قناه المزاريتا تشانل، جول مش كده؟ الفكره دي جامده جدا. بس هتكلف فلوس كتير في الاول بس، لكن انت كده كده هتلم فلوسك وهتكسب، يعني اعلانات سبونسرز. انا موافق، بس خلي الموضوع سيكريت عن مين. بالله العيال دي عم تطبخ في حاجه، اديلهم سبوعه على الحال ده. ود 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 ود. طب واحنا مالنا؟ ده حتى المثل بيقول صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، خلينا في حالنا يا كبير. بص يا جوني، تعالى توماس. بص اللوك ده كويس، بس ده احسن، حاسه اوريجينال اكتر، صح؟ ثانيه واحده. رايت. بصراحه يا جماعه انا عاجبني اللوجو الاولاني. بس اللوجو الاولاني يا جوني حاساه عادي يعني، مش التاني احسن بكتير على فكره. ايه ده؟ انتوا مالكم؟ انت طلعت بره الموضوع خالص، وانت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا صاحب القناه، انت شغال فيها، اعرف حجمك يا توماس، انا ممكن مدمرك. اوكي كام داون، الحكايه مش مستاهله. بعدين احنا اتفقنا من الاول اي حاجه ليها علاقه بالستايل والفاشن. اوكي. اشلي، عملتي ايه مع شركه الستلايت؟ هم لسه باعتين ايميل حالا بيقولوا فيه ان الدفعه الاولى وصلتهم من البنك بتاعهم والتردد بتاعنا اتحجز. جريت. كده يبقى ابتدينا بجد. كده مش فاضل غير هدرس يجيب التصريح اللي بقالها اسبوعين واقفه. مش فاهم انا ليه هم معطلنا. التصريح وصلت. شفتي كم مهندس كير كان داخل صوتك في البهيمة؟ عندك حق يا كبير، بينهم مرقدين على مصيبة، بس انت عارف قرار الموضوع ده تلقاه كيف؟ كيف؟ أنا أقول لك. انتوا جهات فين؟ انتوا أقول إيه؟ يعني ماني وقتش تعترف. هذه اهلا اهلا يا كبير، خطوه عزيز، نورت المخزن. افلم عليكم يا رجاله. ها عامل ايه الواد معاكم؟ متربس حبتين، اللي مشوية هيجيب. اديله قديه؟ لا مش كتير، اديله ساعتين زمن دلوقتي. باه قديه هيموت طالع من المويه هدير. ده مهما كان يعني بلدياتنا وموتها هيأثر فينا. ادرس، تعال يا ادرس. ما تخافش، انا مش هزيك. أنا لو عاوز أأذيك هأذيك، أنا مش عاوز، أنت عاوز؟ أحب على قدك يا كبير، مش عاوز. زين، قول يا أدرس. أقول إيه؟ الناس دي هذيلها ساعتين هتعدن فيا ويقولوا لي قول قول، قولوا لي بس أقول إيه وأنا أقول على طول. باه، وأنت ما قلتلوش اللي قلت لك عليه؟ جنابك ما قلتليش. أنا أقول لك اللي قلت له عليه وما قالهولكش. قول. دلوقتي جوني وجماعته عم يطبخوا في حاجة بقالهم شوي، إيه هي؟ حاجة؟ تفتكر ايه هي؟ ظهر ان صحتك جت على المية وجو المصايف يا هدرس. فزاع! عمري جنابك! اقول 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 جناه. سيدوني هيعملوا جناه، عتاجي على التلفزيون. جناه ويطلع التلفزيون والحاجات دي، ها؟ اسمع يا هدرس، لو فتحت خشمك بكلمة واحدة اخلي اكبر حتة في قدك ده. ولا ليه؟ أنا هديك عينة مؤقتك ده عشان تفكر مليون مرة قبل ما تفتح خشمك. يا أشرف! أمر يا كبير! أعمل الصح. تأمر يا كبير! بلاش الصح يا كبير! بلاش الصح يا كبير! اعمل لي قناة أعمل لي عشرة. يعني هنعمل إيه يا كبير؟ انده للواد بسيوني ساد ده بتاع الدش وحصلني على الدوار. أمر جنابك.
اسمع يا بسيوني وركز معاي زين. أؤمر يا كبير. أنا عاوز أطلع في التلفزيون. كيف يعني؟ عاوز تمثل؟ أمثل كيف يا جاموسة؟ ما تستغباش. أنا عاوز يبقى لي قناة كيف القنوات اللي بتاجي على الدش دي. بسيطة يا كبير. بسيطة كيف؟ هتجيب لي 10,000 متر سلك وفيديو والشرايط اللي هنحطها في الفيديو ونزيعه للناس. اهدى يا بسيوني لا طخك. هتطير ولا ايه؟ وبعدين كمل. بس كده؟ بس كده؟ و80 جنيه شغل يدي. ماشي ماشي، وكده القناة هتجي في التلفزيون؟ هتجي يا كبير، والمزاريتك كلتها هتشوفها. حق عاد يا بسيوني لو عملتها هيبقى لك الحلاوة. عيب يا كبير، ده أنا بسيوني ساد اللي دخلت الأوروبي وأجي يجيب لي. أنت هتتنطط ياد ولا إيه؟ قصروا. الموضوع ده هياخد في يدك قد إيه؟ أسبوعين بكتيرة، وتلاقي البلد كلاتها بتتفرج عليك وتبقى نجم كبير. اللهم صلي على النبي. اسمع ياد، الموضوع ده لازم أن يتم كتيمي. لو حد خد خبر يا بسيوني حقطع شلقك وارميك قدام القطر رايح جاي، وبرضه همسكك السلك عريان. هيبقى يوم تاريخي. I can't wait man, I can't wait. اخيرا بكره هاخد خطوه جديده في مشواري الاسطوري في المزاريطه. عيب عليك يا جوني، انا عمري وقعتك. انت مالك بالموضوع؟ انت كل ما اعمل حاجه عظيمه تحشر نفسك وخلاص. انت حيالله ايه الفكره؟ ايه يا جوني كام داون، في ايه؟ يا جماعه انتوا مش ملاحظين حاجه غريبه اليومين دول؟ لا مش اليومين دول، ده من زمان قوي انت مش واخده بالك. كل ما اعمل حاجه عظيمه واسطوريه يقول لي انا فيها وانا اللي عاملها. لا 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 مش هو ده قصدي. قصدك حبوب الشباب بدات تطلع لك؟ ايه ده؟ انت خدت بالك؟ باينه قوي بصراحه. بصي انت خفت شوكليت وعصبيه. بجد؟ لا حاجه تانية. ايه انطقي. يعني الكبير لا ليه حس ولا خبر ولا بينط لنا كل شويه كده زي عوايده. هو تلاقيه ملطوط بس في بهايمه ورجالته وزرايبه وقرايبه والحاجات دي يعني. ده حتى فزاع اختفى. فزاع حبيب القلب. فيزو بموت فيك يا فيزو، بليز ما تسيبنيش يا فيزو. جوني دي اختي. فيزو يا عيني عليك يا ولد ابوي، يا عيني عليك. عم نحرت في مية ما ادريش باللي هيحصل له لما تنزل قناة الكبير. انت ما ناويش تعمل اعلانات في البلد ولا ايه؟ ناوي بس في الوقت الصح اللي هو ميت الوقت الصح ده. ما تشغليش بالك انت يا هدية، انا عاوزك تركزي زين في البروجرام الاسبوعي اللي هنحطه في القناة عندنا. اديني قاعد اكتب في البروجرام بتاع يوم الافتتاح. ها يوم الافتتاح ده لازما ولا بد يبقى على رأي المدعوك، ده يوم جامد جدي. توماس ها شكلي ايه؟ بيرفكت ستايل ها. طب قولي الساعة باينة كده؟ باينة ها؟ اوكي. ايه؟ اقفش عشان ابقى جان؟ لا 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 لا، انا عايز ابقى انا فانكي وايلد، فاهم؟ ما تتدخلش في الملكش فيه، همشيك. اوكي يلا يلا. ستاند باي 5 4 3 2 1. صباح الخير يا مزاريطة. صباح اشتاط. النهارده يوم ميلاد قناتكم الفضائيه الجديده الجامده جدي مزاريطة تي في. هتروشكوا وتفرفشكوا وفي مشاكلكوا هتحللكوا مع مزاريطة تي في. المزاريطة بقت على الخريطه. ايه؟ عيد. مش عيد تاني، مش عيد تاني. مش هتديني اداء، انا عملت ده وخلاص، خلص الموضوع. مش ممكن. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا الجديد، برنامج الست الفت. النهارده اولى فقراتنا هي فقره الاكل، وطبعا كلنا بنحب الاكل بس نخلي بالنا عشان مش نبقى فات زي الدببه. والنهارده هنحضر اكله بسيطه جدا
وهي فطيرة البروكلي بالرمان، وأنا عارفة إن الأكلة دي كل الأطفال دايماً بيطلبوها منكم، يا مامي عايز فطيرة البروكلي بالرمان، يا مامي عايز فطيرة البروكلي بالرمان، ودايماً بيشتروها من بره، بس لأ، نقول نو ونعمل ستوب إن ذيس بوينت ونخاف على صحة أولادنا وعلى الديجستيف سيستم بتاعتهم. إحنا هنا في برنامجنا الست الفت مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها إن البيبيز بتاعتنا ياكلوا من بره، إحنا هنا بنعمل كل حاجة في بيوتنا بإيدينا النظيفة، والمقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة جدا جدا وموجودة في أي سوبر ماركت. والمقادير هي هاف كاب اوف زيت زيتون، ثلاث حبات رمان، بصلتين مبشورين، وبيض، وملح بيدوب في نص كوباية مية دافية، والدقيق، وطبعا البروكلي. والبروكلي ده ايه؟ مش هو الكرات اللفت من غير مية؟ نقول المقادير مرة تانية. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة اللي بتحبها كل ست، عرض فظيع بل فوق الفظاعة من كل دفلهات العالم لخطوط الموضة لعام 2010، هيعجبكم جدا. لا هي الطوطة دي يا زوين، ده شكله ده كاس العالم للمقتبين. طب خلص خلص قبل يلمك. But now that I've had time to absorb it, loving this, it's all working out. Yeah, I didn't throw any of that out. It's all working out. Me and Charlie, you two. You know what we should do? The flapneck chameleons of Africa simply prep a burrow for their kids, and then they leave them to fend for themselves. First, mom uses her zygodactyl feet, that means two toes facing forward and two facing backward, to dig a deep burrow in the earth. Now that she's created. قروا في قرفكم يمين بالله، العيال دي لوزرز، اكبر لوزر زي كبير. هي العيال دي هتيره واللي هي عاملين برنامج عن السحالي والابراص، دول مالين البلد، احنا بنجيبهم من الحيطه بالشبشب. لا ولا البت اشلي جايبه لك نسوين كانهم نازلين من الفضاء، وتقول لك قاليه موضه. بس هي ما تقوليش نسوين، على رايك يا كبير. هي دي نسوين؟ فين الست اليسا والست هياتم وال شوفي عم يعملوا كيف بنجح، شوفي شوفي. على فكره دي مسروقه. مسروقه منين؟ بنت ماي راي اللي هو انا ده بتاع العيل العفش اللي غني راب اللي اسمه اكزيبت دي اللي عم يعمل كده. اه صح. اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم حمار الاحلام. البرنامج ده يهم كل مزارع وكل حمار. احنا عملنا بحث لقينا ان اهم وسيله انتقال في المزاريطه وكل القرى المجاوره هي الحمار. بس ليه كل الحمير تقليديه؟ ليه؟ ليه كلهم يا ابيض يا جراي يا ليه؟ ليه ما فيش حمار مميز؟ ومن هنا بقت دي فكره البرنامج، ان احنا هناخد حمارك التقليدي وهنحوله لحمار الاحلام. وفي حاله عندنا اللي هي مشمش، قال يعني لما سماه مشمش بقى مش تقليدي اهو، وصاحبه اسمه عم سعيد. تعالوا نشوف الحكايه. ان مشمش عندي من هو عيل صغير، ربيته واعتبرته عيل من عيالي، بيجي في معزة عيل من عيالي. ومن سنتين ثلاثة حصل إن مشمش اتشقلبت أحواله، ينهج ليل ونهار ويوقع طراق ويقعد يتمرق في الأرض وحوشه. والمهم قلت لازم ألقى حل للمشمش. عرفت إن سجوني عامل برنامج في القناة بتاعته، قلت أروح لسجوني يمكن يلقى لي حل. ولما جيت لسجوني وديت الحمار وقلت يمكن ربنا يعني يكرمنا ويبقى الكرم كله يجي على العمدة جوني يعني، وربنا يسترها إن شاء الله. وعم سعيد كان هو فعلا سعيد الحظ، عشان هو أول مشارك معنا في برنامجنا حمار الأحلام. عم سعيد، السلام عليكم يا عمتي. What's going on brother؟ بومبو تمام تمام. How you doing؟ تمام. جاهز تشوف المفاجأة؟ جاهز إن شاء الله. أعصابك حديد؟ والله رجلي ما شايلانيش، بس يلا ربنا يستر. 3 2 1. ايه ده
يا ولد العبيطه شفتي عمليه يا ساتر يا ساتر انت تدخل سويقه في حريم العفو جنابك حاجه مهمه الواد بسيونيسات عيبلغ جنابك انه خلاص كله تمام التمام عمل التوصيلات وجهز الجلال البسي ومن بعد بكره من نجمه قناه الكبير هتبقى على كل التلفزيون في المزاريطه عفارم عليك يا بسيوني هذا فزاع امر جنابك عاوزك اول ما الليل يليل ما احنا بالليل اول ما الناس تنام ارتحت كده تنزل تبدر البلد كلها بوسترات وفلايرز يلي فلايرز داي فلايرز يا بروشور آه. انا عاوز اول ما الناس تصحى الصبح تلقى اعلانات قناتي الكبيره مغرقه كل مكان امر جنابك هيحصل يا كبير فزاع ايه طير انت ايه كل البوسترات دي؟ وايه المكتوب ده؟ تشوفها تزبطك تقلبها نعبطك العجل فات طعمه؟ ايه ده كمان كاتب فوق كي 1 كي 1 كي 1 يعني ايه؟ قناة الكبير 1 كي 4 كبير؟ يا يا ابن اللعيبة لا 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 اوعى تقول لي ان ده اعلان قناة ده اخره اعلان دروس تقوية رضا زينهم ملك الكيمياء لا 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 وبعدين الباك جراوند وحش جدا والستايل زبالة وايه الكلام المكتوب ده؟ انت عارف اكتر حاجه مضايقاني ايه مش انه بينافسني انه قلود ملوش ستايل قالوا وانا بي زيه زي هدرس زي بقيه البلد كلها ما هو يا جماعه مش معنى ان انا ستايلي جامد جدا وشكلي روش الناس كلها تقلدني طب ما انت هو صاحبي بقالك كتير وليك ستايل تاني لا بس مفيش حد قلدني ايوه عشان انت ستايلك مش جامد قوي زي يعني جامد بس مش جامد قوي على فكره السلوجان ده ينفع راب جامد جدي بص تشوفها تزبطك اه تقلبها نزبطك اجي تشوفها تزبطك كما تشوفها تعبطك اه تشوفها تزبطك توماس انا مصدوم لا بجد مصدوم انا في الاول كنت فاكر ان هدرس بس هو الوحيد القلود طلع لا الكبير كمان ده ناقص يحلق شنبه ويشيل العمه ويعمل راسته زي مش ممكن يعني انا خايف بجد انام في يوم واصحى الاقي البلد كلها جوني انا جت لي فكره برنامج حلو قوي ممكن احطها في القناه ايه بي يور سيلف حلوه جدا استنى بقى بي يور سيلف ايه ده؟ تفتكر الكبير يكون عامل برامج شكلها ايه يعني؟ اكيد حاجات يعني كاتيانا اكيد اكيد يعني يعني ممكن يقلد الثمانينات مثلا يعني يعمل مثلا برنامج يسميه اوتار الليل عارف الورده اللي الموجي بيجيبها يمين وشمال حبيبتي اشتقت اليك لا ريلي اشتقت اليك متاجي عارف ممكن يكون عامل ايه كمان؟ ايه؟ برنامج منوعات ويسميه كرر صهر بتفتكر الكبير يكون جايب مين مذيعين يعني؟ اكيد مش هجيب منى شاذلي شور يعني بس ممكن يجيب حد من الغفره بتوعه اشرف اشرف وياخد اشرف بقى يعمل بيه برنامج اشرف حول العالم كل يوم مغامره في غيط شكل يعني مره غيط مانجا مره غيط موز مره غيط لوز حول علمك بقى البرنامج ده هيبقى حصري على القناه حصري حصري بقت موضه اصلا ده احنا هنشوف ايام ضحك جدا بس تعرف يا معلم احنا ربنا بيحبنا موت ليه بقى ليه عشان احنا من جوه طيبين بجد وكيوت حقيقي يعني سبحان الله ربنا بيخلق الحاجه الحلوه وعشان تحس بجمالها وحلاوتها بيخلق جنبها الحاجه يعني مثلا التين البرشوماتي والتين المشوك الاثنين اهلا وسهلا بيكم على قناه الكبير 1 واولى حلقات برنامج المسابقات المثير برنامجنا بيعتمد على الذكاء والفطنه وينمي قدرات الطفل المزاريطي وصدقوني البرنامج ده مش للاطفال وبس لا ده هيشد الكبار كمان عارفين يا اولاد اسم البرنامج ايه جو ستاي ما سمعكم شيء اسمه ايه يا اولاد جو ستاي براو عليكم ومعانا العروسه دي اللي هتكون صاحبتنا طوال حلقات البرنامج البقره دي هتقول السؤال بس بعد ما يقول لها حد جاموستي يلا يا حد عبد مجيد جاموستي حاجه بتنور لنا الدنيا ومن غير كهرباء سهله قوي حد عرفها ها جاموستي ماشي في الشتاء بتدفينا وفي الصيف بتلسعنا ها قول انت جاموستي جاموستي ايه يا جاموس انت ما هو اضحكي في السمسة ها اقول انا ابله هذي اقول انا اقول هني قول يا حج عبد المجيد وابو رجاز جاز لما يحرقك
تبدا المعركه دلوة عم بتسبلها ومسكوا بعض دياب البوني اللوكمي دياب اللوكمي دكت دياب الشرلوك سوفليكس رائع مع التثبيت القدمي التنين اوبا 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 اوبا. انا بجد مش قادر افهم يا توماس ليه الناس كلها منجذبه للقناه الكبير ليه؟ انا مش مصدق احنا كنا محققين اعلى نسبه مشاهده في المزاريطه والقرى اللي حواليها المقاليطه والبقاليطه والملطيطه. وبعدين هنعمل ايه جوني؟ احنا في نزول مستمر احنا بنقع عارف احنا بنقع عارف بجد احنا بنقع عارف عارف خلاص هنعمل ايه؟ طيب انا مش فاهم الناس سايبين الام بي اي تخيل سايبين الام بي اي ويتفرجوا على مصارع حريمي انا بجد مش مصدق قولي بقى احنا نعمل ايه لو سمحت؟ لا جوني جوني سوري سوري انت بتتفرج عليها؟ سوري سوري اصل كانت بتضربها قطعتها خالص بص جوني خليك معايا قولي هنعمل ايه؟ توماس توماس يعني انت عملت اللي عليك خلاص اوكي؟ في حدود امكانياتك انت بجد يعني شابوه عملت اللي عليك بس هتعمل ايه؟ ربنا خلقك امكانياتك قد كده دلوقتي انا هتدخل انت مشكلتك يا توماس انك من بره بس قشره يعني ما عرفتش توصل للكالتشر والجمهور عاوز ايه ما عرفتش تعملها دي لانك من بره سطحي يعني حتى التاتو بتاعك تنين يعني ايه تنين ولا حاجه بص يا معلم احنا اشترينا افلام اكشن وساينس فيكشن في ماتريكس افاتار ايرون مان باد بوي بص يا معلم احنا ننزل اي تي في افاتار في ماتريكس يا هتشوف تعالى كده بس او ماي جاد جامده ام احمر ها ما شفتش حاجه ام ازرق دي في اول الماتش كانت لابسه نحله لما قلعته بهدلتها خربشه وعض وضربه او ماي جاد وايلد كاتس ده. يعني هو عمال يضرب كل التوائم دول مره واحده طب هم معقول كل دول جم في بطن واحده ايه يا زوير ما انت جاي انت واخواتك ال 12 في بطن واحده اقلب يا ده يا زوير اقلب ورينا قناه الكبير جاي بيه اعزائي المشاهدين دلوق معاد ختام برنامج اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته واحب اشكر المعزه بسين الف اللي حكت لنا بلوتها مع جوزها جيم نون اللي باع جاموستها من وراها الجاموسة اللي جابوها لها أهلها من وهي طفلة وقضت معاها أحلى سنين عمرها وحب أقول لها معلاش ما تزعليش الجاموسة تروح وتاجي إنما جوزك ما يتعوضش أبدا جوزك ده بميت جاموسة وأخيراً أحب أشكر كل الزملاء اللي شاركونا في البرنامج إعداد عم محمد الضيصطي مصور الحج أبو المكارم مهندس صوت سامح جمال مهندس ذكور سامر الجملاوي جرافيكس الحج مناويشي والمخرج الكبير الكبير ومع تحياتي هدية مرة الكبير ستوب طلعت موهوبة يا بقرة أنا كنقفت طبعاً عشان أنا إنسان سطحي وقشرة وبفكر في الأمور من برة وإنت بقى إنسان عميق وبتفكر كويس فطبعاً لما تنزل بإيتي وبعد كده ماتريكس وبعد كده أفاتار فالناس هتتوهم وتتفرج على الفيلم اللي إنت شايفه قدامك ده دلوقتي لعلمك بقى الناس دي بعد ما جربنا معهم كل حاجة برضو مش هيتفرجوا علينا لعلمك مفيش أي أمل برافو برافو خلصت؟ في حكمة قديمة كان بيقولها راجل حكيم أنا مش متذكر أصله منين الحقيقة كان بيقول العبرة بالخواتيم خواتيم it's like جمع ختمات اللي هي نهاية الحاجات اوكي فاللي أنا عملته ده كله يعتبر first step بس لسه تقيل جاي اتفرج انا هنزل بحاجه هتخلي الصعيد كلها تقعد في البيت ولا حد ينزل يزرع ولا حد ينزل يقلع هنزل بأليس ان وندرلاند اوه امال ايه يا معلم
هينزل يكسر الدنيا. لعلمك انا كنت قاصد ان افاتار ينزل من غير نظارات. الناس فعلا الجمهور كله لما شافه حس ان في حاجه مش قد كده. لما نزل النظارات مع اليس ان وندرلاند الناس هتتوهم بالجرافيكس 3D يا معلم 3D. ولسه الاتقل ايه؟ التوك شو. توك شو لو يعمل حاجه تخلي دكتور فيل واوبرا ينفسنوا مني بجد. اه بس يعني التوك شو ده هياكل هنا في المزاريطه؟ اللات يا معلم اللات. احنا طول ما احنا ماشيين في الشارع لات في الغيط لات. الناس بتحب اللات. ايه انجح ثلاث برامج في مصر؟ قول. القاهره اليوم. البيت بيتك 90 دقيقه. كل ده ايه؟ برامج طبخ؟ لا توك شو. يعني برنامج زي 90 دقيقه ده نعمل حاجه زيه ونسميها 60 دقيقه. ايه القلش ده؟ ليه ما عندكش شخصيه؟ ليه حرامي كده؟ مش قلت لك انت قشره من بره وبس؟ فقاعه مجرد فقاعه. الناس اعطيت عشان تعمل 90 دقيقة وانت تاخد 60 دقيقة على الجاهز كده؟ طب خلاص بلاش نعمل برنامج الخامسة مساء يعني بيبقى بدري شوية علشان الناس هنا بتنام بدري. السادسة مساء. السابعة مساء. دم الاجتماعي، انت تعريفك دم الاجتماعي، لو اتفقع ملوش وجود، عبارة عن فقاعة عاملة تاتو وتنين. توك شو كيف يعني؟ برامج يا كبير اللي هيجيبوا فيها الناس يتحدثوا ويرطوا. كيف برنامج الاستاذ اللي هتحبه كتير ده؟ ممدوح فرج؟ هاي انت بكلمك انت. كيف جنابك؟ يا جاموسي انا بقول لك الكلام اللي هو بيقوله في البرنامج. لا 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 قصدي جنابك اللي بتاع الاخ اللي هتحبه كتير عمرو بيه اديب. عموره ده راجل عسول وكيوت خالص. ايه راي جنابك لو تعمل عندينا انت المزاريطة اليوم؟ والله فكرة مليحة، جبتها كيف دي؟ ونعملوا فيها فقرة ونسموها اسألوا الكبير. جديدة الآن جدية يا كبير. شوف هدلي التليفونات وطلع لي نمرة الدكتور عزة أبو عوف. يلا أمر جناء. دكتور ليه؟ ألف سلامة عليك يا جلوس الطين. عزة أبو عوف اللي هيطلع مع عمرو أديب في البرنامج. كلمه انت بس وقول له الكبير عاوزك تطلع معاه في برنامج المزاريطه اليوم، هو هيفرح ومش هنختلف. شوفه ياخد كام وشوف الديل ايه. طب لو ما ردش او ما فاضيش شيء كلم سامح الصريطي. جوني توك شو. صباح قشطات. النهارده اول حلقه من حلقات جوني شو على قناه المزاريطه تي في، قناتكم. جوني شو مش زي اي شو. احنا بنحب نقدم مشاكل قضايا تهم كل مواطن مزاريتي وبنقدم حلول كمان. النهارده معانا الحاج حامد احد نماذج النجاح الاسري في قريتنا. وده ليه؟ لان ابنه هو الوحيد في المزاريطه اللي قدر يتحدى الصعاب ويشق الصخر ويدخل معهد التمريض. مش بس كده، عمل معجزه اكبر، اتخرج منه. الحادثه دي أثارت جدل كبير في الشارع المصري لدرجة إن كل المخرجين والكتاب بقوا بيتفاوضوا مع الحاج حامد عشان يشتروا منه القصة دي ويعملوها فيلم ساينس فيكشن بيزد على ترو ستوري. إزايك يا حاج حامد؟ أهلا مستر جو. جوني جوني جوني. عايزك تحكي لنا عن تجربتك مع ابنك. إزاي اديته بوش عشان يبقى حاجة عادي يعني؟ لا انا قصدي يعني ما انت لازم تقول، يعني قول معايا ازاي ابنك حقق الانجاز ده وانت وراه. طيب يعني انت عاوز توصل ليه يعني؟ طب انت قافش ليه دلوقتي؟ يعني اهدى بالهداوه. انا عايزك تقول لنا ازاي كنت بتتعامل معاه في البيت. انا والله ما كنتش بشوفه ولا كنت بقبله خالص. انا كنت ارجع من الشغل اخر النهار وهو كان بيجي من معهد التمريض ويشتغل بو 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 في المذاكرة، كان بيوجع دماغي. أنا ما أحبش الدوشة، عايز أنام، عايز أستريح. طردته من البيت خالص، قلت له يا لغور شوف لك حتة تذاكر فيه بعيد عني. مارست معاه أسلوب الضغط. هايل هايل هايل. يعني أنت كل يوم بتديله جرعة نيجاتيف إنرجي وهو بيحولها أوتوماتيكلي لبوزيتيف إنرجي. هايل، يا ريتنا كلنا نبقى مستر حامد. اقفل الموبايل، اقفل مستر حامد. فاصل ونواصل. ايه يا جوني في ايه؟ مالك متوتر كده ليه؟ انا مش متوتر. لا متوتر وشكلك اكنك اول مره تقف قدام كاميرا. لا جوني الراجل كلك. ريلاكس ريلاكس
لو سمحت ما تبوظليش شغلي. وشوف برضو عملت اللي في دماغك ونزلت دي. ايه دي بقى؟ دي هي اللي كانت نازله لوحدها. لا انا قلت لك ثانيه واحده. ثانيه واحده انت بتديني اداء تاني ما تنساش نفسك. انا اللي عاملك. انا قناه، انت ولا حاجه من غيري ولا حاجه، وكل البلاتو عارف. انا اديتك تفصيله صغيره قوي تعملها فشلت فيها. ده النموذج اللي قلت لك تجيبه؟ ده نموذج بيعذب ابنه وبيذله؟ هو ده اللي لقيته، اعمل لك ايه يعني؟ مخصوم منك اسبوع. اتفضل. اوكي. ست اعتماد. اتفضلي ست اعتماد. ايوه. اتفضلي اقعدي هنا. بص يا ست اعتماد، دي كاميرتك ودي اضاءتك، رستقي نفسك. امشي يلا، امشي يلا. وجه ميعاد الفقرة الثانية. الفقرة دي إنسانية ومؤثرة جامد جدي. فقرة يجعل بيوت المحسنين عمار. ومعانا الحاجة اعتماد. إزيك يا ماما الحاجة اعتماد؟ أها يا ولدي عايشين. احكي لنا مشكلتك يا ماما الحاجة. ولا مشكلة ولا حاجة يا سيد جوني. أنا كنت متجوزة وعندي 3 عيال. وكنت راضية وحمد ربنا والحمد لله. لولا الولية حماته الله يحرقها، أولية عقربة دماغها معاش شحنوشها من ناحيتي، قاعدة لي على الساقطة واللقطة يا ولدي. في يوم قامت عركة كبيرة قوي قوي بيني وبينها، كلمة مني على كلمة منها جالها جلطة في المخ. جوزي ما استحملش، طب ساكت من الصدمة. بعد ما جوزي مات بيومين، الواد الوسطاني سخن جامد جو جو، خدناه ودلينا على الوحدة الصحية. الدكتور كشف عليه وقال عنده حالة وراثية، هيفضل سخن كده طول عمره. يلا بخطرة، وإحنا راجعين من الوحدة الصحية ركبنا الميكروباص، قعد تاني قدام والعيال قعدوا ورا. قام السواق اترازل علي كده حبتين، كلمة مني على كلمة مني اتقلب بينا الميكروباص. اطمن ما حصلش حاجة، أنا بخير الحمد لله. غيرش بس الواد الكبير اترش. او ماي جاد، ترش ايه؟ مبيد؟ اسنج يا ولدي، انطرش ما عادش يسمع ولسانه تقل شويتين. الواد الصغير اتكسح خالص، ما عادش ينفع واصل. بس الحمد لله يا ولد، يعني بخير ما حصلليش حاجه. الحمد لله، محروق الباقي. اني واي لو في اي حد عايز يساعد الست دي، وانا شك يتنيل يتصل بالارقام اللي هتتنيل تظهر على الشاشه عندكم دي. ها الناس موهومة طبعا صح؟ يا معلم الناس مبهورين ببرنامج. ايه الجديد؟ مفيش جديد في اللي بتقوله. الناس مش مصدقين نفسهم لدرجة ان هما محدش شاف البرنامج. انهي منطقة في كلامك صح؟ الجزء الاولاني ولا الجزء الاخراني؟ نزل رجلك دي. يبقى الجزء الاخراني. ايوه. لا انت كذاب، انت كذاب. انا شفت في عينيهم الفرحة. فانت كداب ومنافس مني. يا عم منافس ليه انت كمان؟ الناس كلهم بيتفرجوا على التوك شو بتاع الكبير، المزاريطة اليوم. اسمه كده؟ ايوه. هو كمان دم الاجتماعي زيك، سرق اسم برنامج تاني. انتوا كلكم قلودين، عشان كده البضاعه الصيني نجحت في البلد. اتفرج بقى. فاصل وعنواصل. المزاريطة اليوم. اسمع يا وليه، ده اخر فاصل في البرنامج واخر انذار ليكي. لو قعدتي ترطي وترغي وتحاولي تسرق الكاميرات وتعملي حركات المياصة بتاعتك دي، بتجزم على نفوخك. مو انت اللي قاعد تحجز على اسئلتي. اهدى بالله يا كبير. لا اله الا الله، ما هي قاعده تتحدث وسايباني كيف كيس الجوافه طول البرنامج. صلي على النبي يا كبير، ما في بيت بدخله في اي مكان الا ما بعمل لي خاطر. ليه مش عاوز تعمل لي خاطر يا كبير؟ كيف تقولك ده؟ ده انت خاطرك على راسي من فوق يا ست فاطمه. ربنا يحافظ عليك يا كبير. دلالاكي كان زماني طخيتها على الهواء مباشره وتويتها بقلب البلاتوه. يا ستار يا رب. يا اسكت يا اسكت، يا البتاع دي هتقشعرني. يا اللي مصبرني على البتاع دي انك بتاع تامر امين. انت اتجنيت يا تعلي صوتك بعد البرنامج. الهواء يا كبير، الهواء.
وردي عيالكم تاني من الفصل الأخير من برنامجكم المحبوب المزاريط اليوم. في الأول أحب أقول كلمة لكل المشاهدين، معلش ما نقدروش النهاردة نستقبل إيميلاتكم، الكمبيوتر هند وبردك ما نقدروش نستقبل الاس ام اس، الشبكة واقعة، وده ليه؟ عشان الضغط على البرنامج قد كده. اللهم صل على النبي. الوقت يا كبير الوقت. ايوه منور الدنيا كلها يا ست فاطمه. نور عليك يا كبير. الله يخليكي. طبعا بعد النجاح الباهر اللي حققتيه في اغانيك زي عالزرعيه وهدالك ويا سنبتيك، سمعنا انك بتحضري دويتو عالمي مع الفنان ريكي ماركت، دي صح ولا اشاعه؟ لا مش اشاعه، اعلنوني وانا قلت اسمع الاوديو وافكر اشوف هوافق ولا مش هوافق. والحقيقة عاملة دويتو عالمي مع الفنانة العالمية شاكيرا، الدويتو اسمه البنت دي وسطها ما بيهمتش، ويا رب يعجبكم. من ناحية حيعجبني حيعجبني يا رب. طبعا ما هينفعش تكون قاعدة مع ايه؟ ما تصلي على النبي يا جماعة. عليه السلام، ما فيش حاجة. في ايه اللي حاصل؟ كنت نايم في التكييف، ما فيش أي حاجة. خلاص قول أنت، أنت طلعتني من المود. طب يا ست فاطمة، يعني للأسف الحلقة قربت تخلص، وقبل ما تخلص كنت عاوز أقول لك إن فعلا حضرتك أثرتي في الناس جدا جدا جدا. يعني أنا يذكرني موقف، أنا عندي واحد صاحبي سمع حسنين ومحمدين، وحسنين خلف 11 عيل، راح مخلف 11 عيل فعلا. ما هو يا سيدي الناس بتسمع حسنين ومحمدين وعمالين يزربوا في العيال على طول. اللهم صل على النبي، ما هو ده تأثير جامد جامد يعني. ما فيش كلام. وفي نهاية حلقتنا ما يصحش يعني يبقى معنا الفنانة الكبيرة فاطمة عيد وما نسمعوش حاجة، حتسمعينا إيه عاد؟ نقول دوسي يا عروسة.